السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد مع لاعب كذلك متجدد وجديد من الجيل الرابع لفريق نهضة بركان لكرة القدم، اللاعب السابق لفريق نهضة بركان لكرة القدم، فريق كدير فتح الناظور، فريق مولودية العيون، وكذلك فرق أخرى نكتشفها إن شاء الله من خلال هذا اللقاء وهذا النبش في الذاكرة مع اللاعب سعيد أغربي، لاعب نهضة بركان السابق. سي سعيد السلام عليكم. السلام عليكم خويا ميموني، تحياتي ليك وتحية لقناة أنا بركان تي في. الله ينور خويا سعيد. إذا خويا سعيد، طبيعة الحال أنت من الجيل ديال 2000 اللي لعب في فريق نهضة بركان لكرة القدم. لعبنا جميع في ملاعب الأحياء، في دوريات رمضان، في الدوريات نتاع الأحياء كذلك. إذا هضرنا على هاد الدوريات ديال رمضان، ملاعب الأحياء، مباريات الأحياء قبل ما نمشيو لنهضة بركان. داكوغ، أولا كنشكر الجمهور المتتبع جميع من يسهر على هذا البرنامج. وشنو نقولك خويا ميموني، بديت ككل اللاعبين بدينا في نديرو فرق هكذا في الأحياء وكذا، وطلعنا في الصغار لعبنا في لي تورنوار، لعبنا في بايو شنو سيرة معروفة، يعرفوا كل بركاني راه يعرف على التيران. ولعبنا بوكشار، ولعبنا في بوديلا، كانت عندنا ليكيب هكا تضرب سعيد، وجنا احنا صغار لعبنا في بوهديلة، اي في المصلة، في الشراعة، في بوكشار، في المحل، في الملاح، في واو. القشلة، في كافي مور. لعبنا حتى في كافي مور اخويا سعيد، راني عاقل. كافي مول لعبنا اي الى تعقل في كافي مور، راك لعبت معايا. لعبنا دومي فينال في كافي مول ضد واحد الفرق، ضد بوهديلة كانت مدعمة من برواقي فراجي. لعبنا معاهم دومي فينال اخو سعيد وايوا سيدي، ومهم وقع شي حالة ديال الشغب وداك الشيء، ومهم ربما يعني. ولعبنا كذلك ما في كملش دورية وي لعبنا كذلك في دورية رمضان، ولعب معانا بكر الهلالي، البزغودي، قاضي، مجموعة من اللاعبين اللي لعبوا معانا، وحتى انت لعبت معانا اخويا سعيد. احنا جيل واحد يعني، ربما كذلك ربما يعني كان التوجه ديال كرة القدم، كاين اللي اختار كرة القدم، كاين اللي اختار الدراسة، الا انه اخويا سعيد كانوا بعض اللاعبين المرموقين اللي لعبوا معانا، فكر الجماهير البركانية بهم الى ممكن. كان مجموعة من اللاعبين نذكر اسمهم، كان من بينهم كان بالرباح، كان بالرباح، كان بكر الهلالي، كان الشبلي، كان مزغودي، كان مجموعة من الأسماء كانوا يمارسوا في الدوريات كان الرمضانية، من الزخنيني بينهم طارق، الزخنيني كما طارق، قلت الأخ ميموني الزخنيني خوه، الزخنيني طارق كذلك. طارق، الأخ ديال الصغير كريم إذا تعقل عليه كريم، اللي هو راه مات في الصفوف النهضة البركانية في الفئة الصغرى، كريم والإكثار من المراوغات. طارق خوه، طارق الأخ الأكبر ديال الآخر كان يمارس معنا في الدوريات هكذا إذا تعقل سميموني، هو كان انا عقل يمشي معنا زعما، ما كانش يبخل علينا مام كان عنده اسم وكذا، كان من لعب الرجال معانا، المتواضعين زعما، كان لعب يلبي الرغبة ديالنا وكان لعب يجي كان يلعب سعيد معنا زعما، لعب معانا في كنا الدوري ديال نلعبو الشرعة، لعب معانا الدوري ديال الشرعة اللي دينا، لعب معانا. الدور الشرعي، لأن عقل بواه لعب معنا، مشى معنا، كانت عندنا بونيكيب خويا ميموني راه كذا تعقل، كان عندنا زعما فريق متجانس، وكنا نلعبو تقريبا كل حد هكذا نلعبو، ودي فوق كنا نلعبو حتى في وسط السيمانة يعني تعقل سيمي مونيا، كنا نديبلاصو هكذا، كنا نمشيو نلعبو مع فورق هكذا، وكانو لعبنا في دوري سيدي زعما حصحاص، تعقل اسعف دوري سيدي حصحاص. دوري تاع سيدي الحاف إلا تعقلو، كنا نديبلاصو في واحد الهوندا إلا تعقل، كنا بيان نمشيو سور، عقل كل شيء كان خويا سعيد. كنا نلعبوا مع السي رشيد إلى تعقل، كنا نمشيو معاه، هو كان مبليب كرة القدم واحد الدرجة غير متصورة.
كان ديما يبحث على المواهب هكذا، وكان مسكين تا هو كان يدير، ما كانش يبخل علينا بالمجهودات ديالو، كان يشري لاتوني، كان زعما ما شاء الله يخلص عارف. ترونسبور، يخلص مرة ساندويتش. الله يرحم الوالدين خويا رشيد من هذا المنبر، الله ورشيد راه مبني بالقناة ديالي والله كيتفرج. كان تحياتي لك خويا نبعث رشيد، له التحية من المنبر إلى راه يسمعنا والله، ان شاء الله زعما إنسان خلوق. رشيد. وي رشيد، ان شاء زعما الله ان شاء الله غادي ندير عليه كروه في هذا الفيديو، غادي ندير عليه كروه ان شاء الله باش الجماهير خلال التصويره اللي صيفطت لك ليكيب اللي راني مصور معاكم غارديان. طبيعة الحال اخ سعيد اغربي كان يلعب في المليون تيرا، كان طبيعة إن الحال شاء الله كان ديس، وكان زعما الصراحة ما شاء الله مستوى كبير، ولكن ما عرفش من بعد تحول الكاسور. المهم انا مهم يعني مع الاسف اختيارات مدربين وكذلك في تلك المرحلة كان شوية لا شانس، وكان شوية المهم حوايج ما نهضروش عليها. خويا سعيد كنت كبير، كنت لعيب كبير، وكانوا لاعبين اخرين معنا كبار كبار كبار، ولكن غياب ديك العين الثاقبه اللي تكتشفهم وتسايرهم وتمشى معاهم ما كانش. اذا هضرنا خويا سعيد الانتقال ديالك الشباب الرياضي البركاني، ويعني والدخول ديالك الملعب البلدي لمدينه بركان قبل نهضه بركان. داكور ان شاء الله اخويا ميموني. انا بديت في سي ار بي، كي قلنا كنا نلعبوا دوريات رمضانيه، من بينها السي البيضاوي اكتشف واحد الخطره، اكتشفنا كي قال روح روح تريني مع روح تريني في سي ار بي وكذا. كانت مازال عاد كان الملعب كان يعني كان في حاله، لكن نقولوا كنا عاد صغار، وكان زعما وقف معايا بزاف، زعما في الفئة الصغرى وتحولنا الفئة المتوسطة. في الفئة الصغرى كنا في سي ار بي، كانوا يلعبوا في طلعنا في جيل واحد كما نقولوا. كان حصص تدريبية، كانت الساعة 12 كنا بديو نترينيو. دي فوا كانت نسمح في القراية ونمشي نتريني هكذا، وكان عندنا واحد الشوق كبير باش نمشيو نترينيو. كانت عندنا شي حاجة اللي هي ما كتصورش، الواحد كيمشي كيلبس الحذاء ديالو تاع الآخر، وكيمشي كيعطيه التوني باش يلعب. كانت جيلي هذيك الوقت اللي جيلي هكذا، كنا نلعبو، كنا زعما طلعنا في واحد الفئة مزيان هكذا. ايوا الحمد لله طلعنا مينيم كادي هكذا، لعبت كادي، لعبت جينيور. ابخي ديك الوقيته جينيور سي ار بي ما كانش الملاح، ما كانت المادة، ما كانت قليل. لا كان الواحد كي يطلع بلي كادي كيلعب سينيور، كي كان يشوفو عنده لي طالو هكذا شوية كان يمشي يلعب في سينيور ديريكت. من بعدها تألقنا هكذا، لعبنا مع ستيل بيضاوي، كانت عندنا فترة زوينة، كان فيها بالرابح ديك الوقيته، كان فيها صابر، كان عديد من الأسماء زعما كان فيها حضر. كان كذلك طفولي قاضي عمر عطية، كذلك عطية كان فيها يا رب يا رب تذكرنا يا ربي على واحد اللاعب كان كان فنان، كان وسط الميدان، كان قصير شوية، كان فنان يعني الصراحة لا أتذكر. كان برواقي ياسين، كان برواقي كذلك، كان عبد يا ربي ك... كان في حراسة المرمى، كان شفت لي سميتهم راجعهم عند كاين جعفر خلوق، العاصم، كاين خلوق، كانوا بزاف. كاين خلوق، وكاين كذلك كان صدق خليفة في الوقت، صدق الله يرحم الوالدين، كانوا مجموعة من الأسماء زعما، كان وكان رشيد اللي تعطي على الصمد تاع كافي بيان مور. سور، رشيد علاو علاو رشيد بوعلاوي، راشيد بوعلاوي في حارس المرمى، كانوا مجموعة، نيشان، وكان غنوش كده غنوش. غنوش، إذا مجموعة من الإخوة ونعقل على الجيل اللي كان سابقنا شوية. خويا الميموني إذا قطعتك، كان فريق، كان الصيدالي، كان حيزون، كان فراجي، كان هذاك الجيل اللي كان يلعب هذاك، كنا حنايا تحتهم شوية، كانوا زعما في واحد المستوى كبير ديك نعقل ديك الوقيته. وشاك فوا كيجبد واحد الاسم هكذا بالسي كاين ار بي كذلك كيبان في المستوى. ذكرت كذلك شاكير، شاكير كان فنان سامي الصراحة. شاكر
هو كان في ديك شاكر في الايام تاع بالرابح، وي كانوا كل شيء زعما كنا في نفس، غير هما كانوا فايتيننا شويه في في اللاج. حساب المستويات تاع الفيلاج، سي كانوا سعيد، سابقيننا شويه. سي سعيد، اذا نساو المرحله ديال حميده حركاتي والمرحله ديال بن قدو والبيضاوي والسالمي. اذا كان المرحلة تاع البيضاوي مشينا، كانت واحد المرحلة أخرى، جا حميدة، حميدة عاودة فوتنا معاه واحد المدة في السي آر بي تاعو، ذكره بخير بهذا المنبر هذا، وفوتنا معاه زعما واحد الوقيتة، كنا نديبلاصا وكنا نمشيو للزغنغان، كنا نمشيو للناظور، للعيون، يعني كانت خرجات زعما، كان ضحينا بزاف بالنفيس زعما في حق هذاك الفريق، زعما ما كناش ندخلو حتى حنايا، واخا كنا نتعرضوا كيما نقولوا كانت شويه العنصريه بكري، كانت الواحد كي يتبلاصا لشي فرقه هكذا كان خص يكون، يعني خص يكون صابور، خص يقبل الجميع، سي كانت سعيد، المشقه، وكان كانت بزاف الحوايج هكذا، كانوا يضربوا ويسبوك وكذا، واخا هكذاك كان الواحد كان يصبر باش كيما نقولوا الواحد، يعني والحمد لله ما تأثرنا هذا الشيء، ومن بعد من سي بعد سعيد، الغنى بالنهضة البركانية، وهنا كانت تبدل شوية، تاع كانت شونجا شوية لا سيتياسيون، كان بالتالي كان تلقى الخبر كيقولوا لي غربي سعيد غادي تجي غادي تلعب معنا في النهضة البركانية وكذا، غادي تجي تريني معنا. ايوا مشيت غير هكذاك خويا ميموني، ما عرفتوش كان شي تحفيزات مالية للنادي تاع سي ار بي ولا ما عرفتش ديك الساعة هذيك. سي سعيد هضرنا الانتقال ديالك من الشباب الرياضي البركاني للنهضه البركانيه، يعني النهضه باش غادي تختار لك الكونسنتراسيون، يعني راك ربما عجبتهم، تفرجوا فيك شي مباراه، شافوك في شي مباراه، وصى عليك شي حد، اذا احكي لنا. اخويا ميموني في طبيعة الحال كنا نديرو لي ماتش اميكال مع النهضة، وتفرجوا فيا في لقاءات كونتخ، كنا نديرو ماتش كونتخ المولودية الوجدية في ملعب البلدي، كانت ليزمون، كانت عديد من الفرق كانت تجي تلعب في الملعب البلدي، وكانوا يتفرجوا هكذا فيا، ويعني اقنعتهم في المستوى، كنت لعب في ميليو تيران، كنت لعب اوفونسيف، يعني اقنعتهم بزاف المستويات، تما زعما تلقيت الخبر ديال في نهاية السنة، قالوا لي زعما يعني غادي تعقد، غادي تجي تكمل معنا هنا في النهضة البركانية، غادي هادشي تولي تريني معنا، وغادي إلى سنة كنت سعيد، عارف البيت الرغبة، إلى سنة هادي، واش نيموني؟ إلى سنة انتقلت لنهضة بركان. يا خويا ميموني إذا ما خدنيش الذاكرة نقول لك، انتقلت للنهضة البركانية في 2004، 2004، 2004 إذن 2004 في 2004 كانوا بطبيعة الحال جيل ذهبي في صفوف فريق نهضة بركان، جي واحد الجيل يعني اللي فيه بكر الهلالي، فيه قاضي، فيه يعني الساقي، شطول، بزغودي، يعني عبد الصمد أقشار، يعني كانت مجموعة من اللاعبين في ديك الوقت. اسمح لي نقطعك خويا ميموني، في تفضل. ديك الوقيته اللي مشيت فيها انايا، كانوا بحال هاد اللعبة اللي تقول، كانوا مشاو احترفوا بحال مزغودي، كان مشى للأوسيكا، كانوا شطو كذلك حتى هو ما كانش، كان طلبي وقيله كان في الوداد، كان يعني كانوا الأكثرية كانوا ولاد بلادي، إذا تعقل في ديك الوقيته، كان وي الزهري، كان هشام بوشنافا، طارق كان الزخنيني، طارق الزخنيني، وي ديك الوقيته كان معانا طارق، وكان معانا يا الله شكون كان كان معانا، معكم كذلك هذيك تاع ولد دوار جابر، ولد المحال، كان في العيون، ولا معك سميتو وي تهرك لا الشابون، ها؟ كانوا. اذا اخويا سعيد، انا هنا عندي هنا في الاجنده عندي ديربيات ديال نهضه بركان من 2004 حتى 2006، ما عرفش واش شاركت مع نهضه بركان في شي ديربي مع المولوديه الوجديه مثلا، ولا نهضروا على الديربي مع الهلال الناظور، لان نهضه بركان نهار الهلال الناظور كان عندها الحارس
الحارس محمد قعداوي كان داير هلال الناظور وغلبنا هلال الناظور بان زيرو في 2004. انا عقل والجل كنت معاهم سيمي موني، مي لعبت معاهم، دخلت تقريبا في واحد ربع ساعة الأخيرة، ما لعبتش الأكثرية، ما كانوا زعما كانوا لي طالون في ديك الوقيتة، كانوا سجل في المستوى. الفريق نهضة بركان يوسف الكرماني في الدقائق الأولى، دقيقة 5 دقيقة 6، وكان عندكم الحارس منير البرازي، وجات واحد ضربة جزاء الهلال الناظور في الدقيقة 75 80، تكلف العميد الفريق بها، ولكن تبارك الله على المرحوم منير البرازي صد ضربة جزاء وانتصرت نهضة بركان رحمه بهدف الله. لصفر. والهلال الناظور كانت فايتانا بثمانيات نقاط، كنا نتنافسوا باش نصعدوا الدوزيام ديفيزيون، كانت فايتانا بثمانيات نقاط، وتلك المباراة أصبحت فقط 5 نقاط. إذا سعيد أغربي تما كان عاد من اللي طالوا اللي بداوا معاه نهضة بركان، وكان عاد ربما يبحث عن المكانة ديالو في فريق نهضة بركان. خويا سعيد هضر لي على أول مباراة رسمية ديالك في صفوف نهضة بركان، بمعنى رسمية أنك لعبت من الدقائق الأولى دخلت تيتيلا. خويا ميموني إذا ما خدنيش الذاكرة نقول لك، كانت بالضبط، نقدر نقول لك كانت مجموعة مباريات، مي اكزاكتومون نقدر نقول لك مع العيون، عقل العيون، لعبنا مع العيون، مع لعبت مولودية تيتيلا العيون، مع مولودية العيون. كونتر العيون، مع هذا كونتر العيون في الملعب البلدي. إذا هضرنا على المستوى اللي قدمتوه في هذه المباراة. مستوى بأس به، كمستوى زعما مستوى جيد، زعما كان مدرب، كان عندنا واحد المدرب قلت لي سميتو خويا ميموني، سميتو بحرة، إلا تعقل عليه بحرة الله يا ودي، بحرة، ودارني في التشكيلة، ولعبت زعما لعبت لعبني ندخل، قدمت جميع ما يمكن أن أقدمه في المباراة، كانت مباراة حارقة زعما، ماشي في خويا سعيد يستهان بها، تعرف في التاريخ ديالك مع نهضة بركان سجلت شي أهداف؟ مذكر شي أهداف؟ لا محال ما سجلتش، لحقاش تلعب في ديفونسيف ميليو تيرا، ديفونسيف ما تعتاليش باش نسجل شي كاسور. هدف إذا سيمون. كنت تلعب إذا كنت تلعب كاسور مع نهضة بركان، لعبت بطبيعة الحال من 2004 حتى 2008، أي 4 سنوات. هضرنا على الفترة ديال الانتقال، الإعارة ديالك من نهضة بركان لفتح الناظور. الإعارة ديالي يا خويا الميموني كانت في ديك الوقيتة بين سالي الموسم 2004، مع ما تأتناش الصعود في ديك العام هذاك، طلعت هيلا الناظور. إلا أن أجرت عدة تعديلات في الفريق، كان الفريق محتاج لعناصر لضخ دماء جديدة في الفريق، وديك الساعة هذيك مشينا لفتح الناظور، صفتونا الكوميتي اللي عطانا البركان، صفتونا بريتي، مشيت وحدي، مشيت لفتح الناظوري، وفوت معهم أوقات جميلة زعما، حق الله كانوا زعما، فوت معهم ماتشات ودمرها زعما، زعما عجبتهم، لعبت معهم مزيان، فوت معهم سيزون مليح، وفي آخر المطاف رجعنا، ما كملتش تما، إذا خويا سعيد الواحد من بعد صعوبة التنقل وصعوبة التعرف. عارفين خويا سعيد أنك طبيعة الحال ترونسبور وبنان كان صغير وبحث على المستقبل. إذا من بعد كذلك كانت إعارة 4 ديال اللاعبين، مش كانت إعارة كانت إعارة لمولودية العيون. والآن ذكرت اللاعب اللي ولد حي جابر اللي هو الأخ دريس هو
دريس الاسم. دريس دريس تلفت لي الكنية. دريس، 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 دريس كان بودرة، اسم والله. كان بودرة دريس، دريس، وكان بودرة دريس، وكان كان دريس، بودرة، وكنت انت كان سامير الكعموشي، وكان أربعة، دريس. أربعة هذا بيكم هو الاسم اللي كان هرب له سيميموني سوري. دريس. هذا وي كان إذا أربع لاعبين قدمتوا، شوف مشينا للعيون ذيك في العام. العيون، في العيون بشهادة الجامع قدمتوا مستويات كبيرة في العيون، خدمتوا على نهضة بركان بزاف بزاف باش طلعت للدوزيام ديفيزيون، راكم خدمتوا على نهضة بركان في العيون وقدمتوا، والدليل أن كان عندكم الشهرية ديال بن الحبيب في بركان، وكان عندكم الشهرية ديال مولودية العيون في العيون، راه انتوما كنتوا ساهمتوا، انتوما راكم تاريخ اصلا، راكم والله العلي العظيم ساهمتوا بشكل كبير باش ان نهضة بركان تطلع، لان مولودية العيون كانت تخدم غير على نهضة بركان ضد فتح النادور وضد يعني بيان سور، بيان الليزمو، سور سيميمون، ولكن الليزمو كنا جزء من التاريخ. الواحد ما راه ضحينا بزاف ديال الامور مع نهضة بركان، راه ماشي غير هكذا. بالعكس، راه باش تقول باش تطلع لهذا القسم اللي تلعب فيه دركا، راه ضحينا بواحد كيما نقولوا بزاف ديال الامور باش وصلت لهذه الدرجه اللي فيها دركين. دليل ان الانسان، الواحد دليل اخو سعيد انك تمشي للعيون، العيون بعيده، الترونسبور تمشي تلعب في العيون ولي ريسك والملاعب عيانه ومهم سيفر سيميموني كانت ديك الوقيته، كان التيران تاع العيون، راك شفت بعينك قبل ما يديروا له اليوم سانتيتيك. راه كان باش تلعب في العيون، راه خص تكون تما، خص تكون عندك يعني القلب ميت كيما نقولوا. التيران كله تراب والشمس حارقه كيما نقولوا. خص انت ماشي تما باش تلعب، باش تبين يعني راك في اعاره، وخصك يعني غادي تقابل مباريات في المستوى. وديك الوقيته كانت في الهوات، يعني في الهوات ألف، يعني كانت فرق قوية بمعنى الكلمة. يعني كانت الليزمو، كانت جي الفتح، كانت الهلال وقيلا، لا الهلال كانت طلعت، كانوا الهلال السعيد، الهلال كانت طلعت للدوزيام ديفيزيون، الهلال كانت طلعت للدوزيام، كانت طلع وكانت يا ربي، كانت مكناس، كانت فرق وقيلا واخا تنسى الذاكرة، كانت بتمارة إذن خويا سعيد وكانت هادي نخليو مولودية العيون، لأن الصراحة التاريخ لا ينكره أحد، والرباعي أنا أتذكرت لك الرباعي لأنني أنا عارف التاريخ ديال نهضة بركان، هذا الرباعي ساهم بنسبة 60 حتى 70% في صعود نهضة بركان، لأنه كان المنافس ديالهم كانت ليزمو، الاتحاد الإسلامي الوجدي كانت في المنافسة، وفتح الناظورة ما كانت سهلة، راه هي وخا الهلال طلعت راه الفتح حتى هي كانت في صعود، ما كانت سهلة، واستطعنا أننا نصعدوا. إذا خويا نخليو هذه المرحلة، إذا كان أنا سمعت من خلال الإخوان ان كذلك المولودية الوجدية لغاو لك اخويا سعيد، هضرنا على هاد يعني واش فريمون لغاو لك المولودية الوجدية، واش وصلك هذا الميساج لان المولودية كانت باغياك؟ خويا ميموني سي فغي، هاد الميساج صحيح، هذا اللي تاع المولودية الوجدية. كنت بمشي للنهضة البركانية، كانت عروض بعدة فرق زعما، كيفاش عليك خويا ميموني. كان عرض بالمولودية الوجدية هي الأولى، فكان السي بن الحبيب ديك الوقيتة الله يرحمه يسعيها جميع الرحمات إن شاء الله. كان واحد كان يعني بالحبيب مع يا ربي شكون كان في الرئاسة تما، ولا ما نعقل بالضبط، كان وقيل الحاج ولا كانت يعني مفاهمة. كانت عدة زعما طرق باش يعني باش نمشي للمولودية الوجدية. ديك الوقيتة كانوا زعما عازمين باش نمشي، كان لحقاش درت معاهم ماتش أميكا، ويعني صافي قنعتهم في المستوى. يعني كانت شي حاجة يعني قريب واحد، ما بقاش بزاف نمشي. ولكن ديك الوقيتة مع زينب العيون الأخ سي بالحبيب الله يرحمه قال لي خصك تريح، هنا تزيد أوفر المستوى ديالك، ما عندك ما دير في مولودية. وسمعت له كانت دخلنا شوية تجربة أخويا الميمون، كنا عاد صغار، وكنا الواحد كان يشوف النهضة البركانية هي كما نقول الأم ديالو، النادي ديالو،
كل واحد صافي كما نقولوا، كل صافي واحد كان بمعنى واحد رزق خو واحد سعيد صافي. حدا الدار، حدا الاهل، حدا الاصحاب، حدا العائله، الله صافي، غادي نكون المستوى ديالي كتقول نكون المستوى. وحتى السيب الحبيب كان ديال لكم لا واحد لا الشهريه، اسمع، كان ديال لكم واحد الشهريه يعني بنادم يقدر يعيش بها، فهمت؟ المهم هذه اكوتي. والله اذا كذلك كانت عندك واحد التجربه في اولمبيك خريبكا، ومشيت والله لاولمبيك خريبكا، احكي لنا، احكي لنا من اجيس كازات. من بعد كما قلت لك احتكيت وليت لنا كان في بعد العيون، احتكينا زعما كان الدميعي ديك الوقيته، جا الدميعي دربنا مع الدميعي، كان الدميعي وكركاش واقيلا عقل، احتكينا معهم مزيان زعما ماشي الصراحه، كان فريق قوي قوي جدا ديك الوقيته، كانت ليكيب ليكيب بي، وكنا نقدموا مستويات جميله جدا زعما طيبه. وديك الوقيته الهاشمي زعما كان قال لي، كنت هضرت معاه وكذا وقال لي راه كاين اتصالات غربي، واش تقدر تمشي لخريبكا وكذا، قلت له راه نمشي، قال لي غادي تمشي زعما دير واحد تيست تما وغادي تشوف معاهم وسي جامي ايه وكذا، وما دخلتش بالو اي ديالو، قلت له نمشي يعني كتبت معاهم يعني الساعة والرونديفو فوقاش مشيت تما، وشديت الكار كيما نقول، مشيت ديت الكار مع ديك السبعة تاع العشية، ركبت وكانت اتصالات مع الهاشمي البرازي نقدم له تحية، ومشيت زعما مشيت، وكان يقيدي فيا، كان بزاف تاع كان يقول لي يعني كي توصل عاوتاني، اللي كان زعما كنا اتصال، ومشيت تما وتلقيت مع الرئيس ديال خريبكا تما، وحجز لي مكان مع بكر الهلالي نعقل في ديك الوقيته، بت مع واحد 3 جوغ ولا 4 جوغ هكذا، ويعني ترينيت مع الفئة الصغرى في الأول، قدموني للفئة الصغرى هكذا، اجتازيت الامتحان معهم يعني، درنا ماتش دونتخيمون زعما، قدمت مستوى جميل جدا، ونعقل يعني ماركيت عليهم واحد 2 بيت ولا هكذا، يعني كنت واحد المستوى طيب يعني مع الشباب تما، مع الفئة الصغرى هكذا، وابخي يعني جبتهم هذا المستوى، وهضروا معايا قالوا لي غادي تنتقل للفئة الكبرى، غادي غدوة اللي تجي في الصباح، يعني يقدموني الفريق الأول تاع أولمبيك خريبكا، ترينت معاهم الصباح، درنا ماتش دونتريمون في العشية عودة، غدوة ليها كذلك، درنا لا سال، ودرنا واحد ماتش دونتريمون عودة، والخميس وقتنا درنا ماتش كرون ماتش دونتريمون زعما باش يحسموا القرار زعما، إلا ما كيما نقولوا كانت كي تاع خريبكا راك تعطي خويا الميموني في ديك الوقيته، راه كانت شامبيونه كانت أسماء دو شامبيون. وي 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 كان كان عندهم تبارك الله لاعبين باقي يذكرهم كانوا التاريخ. أسماء، وي كانت أسماء جد صعبة باش محذوفي، تنساهم، غريب كانوا فارق في المستوى. المحذوفي، غريب امزيل، والبقيه بلا ما نزيدوا، الحارس بودلال. اذا خويا غربي، شوف راه في خريبكا علاش ما نجحتش نتايا، راه ماشي ما فرجلكش، لا ليكسبيريونس، ليكسبيريونس، لانك انت مليون تيرا، والمليون تيرا في المغرب التكوين ديالو ما عندناش في المغرب، التكوين ديال المليون تيرا، فهمت؟ انت مليون دابا كان خصك شويه ليكسبيريونس، وشكون اللي يعطيك شويه القوالب ديال المليون؟ ما كانوش عندك القوالب ديال المليون، ولكن الله كنت يحفظك، كوايري. كشوية شوية دعم، ما كانش عندنا الأوتور اللي تشرف عليها هذا البوست هذا باش واه تمركز كيما نقولوا تمركز جيد، يعني ما كانش قراءة، ما كانش ديك الوقيتة، ما كانش جلسات، ما كانش كيما نقولوا ليكول دو فورماسيون، ما كانش، خاصة هذه هي اللي سعيد كانت نقصنا التجربة. بكري بكري إلى تعقل، راه غير هنا غير هنا اللي بقينا نعتمدوا على الليزان بكري، راه أي كرة كتفوت على المليون، أي كرة بكري كتكدو، أي كرة تفوت على المليون. الآن مع ليزان يتحرك الدو، يتحرك بطبيعة الطروة، الحال الطروة يتحرك الأونس سبعة، ولينا نلعبوا على ليزان شي مرة، ما نلعبوش على المليون، ولكن بكري قبل الاحتراف كنا نلعبوا كل شيء على المليون،
داك الشيء خويا سعيد، لان الكواري كانوا يفوتوا عليك كاملين في الميليو، وانت ما كانوش عندك القوالب ديال حقيقة القوالب ديال الميليو. انا راني تفرجتك اخويا سعيد، وانا عارفك لعبت معايا، ماشي لعبت معايا ولعب، صراحة كنا نديرو ماتشات كبار، فهمت، تبلوكي بالصدر تضرب بالراس. ولكن اخويا سعيد، مين تشوف الديفونس ولا ديالهم، وما غادي تلقى فين غادي تخرج كرة، سي نورمال يترجعها للور، وانت من غادي ترجعها للور اخويا سعيد غادي يحسبوك ما عندكش اكسبيريونس، غادي يحسبوك فابل، فهمت. داك الشيء علاش قلت لكم، نقول لك خصك القوالب ديال الميليو. هذه هي الحقيقة، الحقيقة أخويا ميمون قطعك، هذه هي الحقيقة اللي قلت. ما كانش بكري كانوا يعتمدوا على الصلابة في الدفاع، كما نقول الكرة كتجي خصك تردها، يعني ما كانش كان يعني كان تكون خص ما تكونش ذكي. هما ما كانوش يعتمدوا على الذكاء، كانوا يعتمدوا على القوة القوة البدنية والحكة والاندفاع. والقوة في الميلو تيران كيقول لك، انا ذيك الوقت. كيقول لك نخترق بلا فورس، ما كيقولكش نخترق بالعقل، فهمت. ماشي بحال اليوم، ماشي الله بحال اليوم تخترق بالعقل، فهمت، بلي زال ب 3 5 2 بلي بالغايتي، ومهم شي حاجه مخدومه تيكي تاكا ولا داكشي ما كايناش. المهم خويا سعيد، انت جزء من التاريخ ديال نهضة بركان، 4 سنين اللي لعبتها تبارك الله، كانت عندك يعني واحد الدفعة بارك الله فيك. كبيرة للفريق الأول، والدليل هذه الاستضافة ماشي على أساس أنك لعبت معايا وأنا كنت حارس مرمى ديال الفريق ديالكم واللي قدمنا مستويات كبيرة، وما ينكرها كل ما ينكرها حتى، وغلبنا الفرقة ديال البايو سبور اللي كان فيها البزغودي وعديد اللاعبين، ربحناها وربحنا عديد اللاعبين، ربحنا قاضي، ربحنا بكر الهلالي، احنا ملي كنا نلعبوا الصراحه راه بكر لي خويا وصاحبي، ولكن سعيد اغربي كان في ذاك الوقت عنده مستوى. انا مانيش نشكرك، وانما لا فيريتي لا فيريتي، ولكن بكر الهلالي من بعد نشكرك خويا، نشكرك خويا ميموني على هذا الامتحان. كل واحد كي كان يشوف هذيك الوقيته، والحمد لله زعما الحمد لله كنا شكون سعيد؟ كسبوا زعما. سعيد شكون اللي كان فوق، شكون اللي راه كان في وقتكم يبلوكي الكره في السماء بالصدر؟ راه اليوم في نهضة بركان، ملي راني نتفرج في نهضة بركان، لاعب واحد اللي بلوكا كرة واحدة في السماء بالصدر، وهو لاباكوجو. مازال ما نشوفش لاعب اخويا سعيد بلوكا كرة في السماء بالصدر، يعني راه يجري ويدور معاها ويبلوكيها بالصدر. انت كنت ديرها في ذاك خويا الوقت. ميمون، واحد النقطة. اليوم خويا ميمون، هذه الاحتراف هذا، يعني الكرة ولات كما نقولوا، ولات سهلة، ولات يعني ولات قراية. واحد زي واحد تساوي زوج، يعني تعطيها لك ترد ولات يعني سهولة في الجري بالكرة. كان بكلم كانش هاد الحوايج للأسف الشديد. كان سعيد، حنا كنا نلعبوا غير في الاحياء والدوريات ديال رمضان. حنا الفرقه اللي كنا معاها ديال رشيد كنا نلعبوا بالسيستام دو جو، نيشان كان عندنا لاعبين، نيشان كان عندنا حقيقة. الله يرحم والدين، يعني كانوا الناس كيحاولوا يجتهدوا. ولكن الان اللاعب كيتفورما تروا، كيتفورما كارت، كيتفورما ميليو، كيتفورما غارديان، كيتفورما على البوست ديالو. وقليل قليل اخويا سعيد لعابة الجواكرة في المغرب، الجواكرة قلال، الجوكر اللي يلعب في الطروة دو الكاس 5 الأونز حقيقة قلال. حقيقة سيميمون، وكالكو بوست أخويا سعيد في المغرب، كالكو بوست ما كاينينش، مفقودين سلام. الطروة ما كاينش في المغرب، ما كاينش الطروة في المغرب. كنا نعتمدوا على بيع الدين طفى، سعد القرون طفى، الكروشي طفى، وعدد اللاعبين عزيز طفى. هضر لي على شي طروة في المغرب، ما كاينش. ما كانش مخيف كما نقولوا. مليو تيرا اوفونسيف، كان زروا الاخ زروا اللي تقلع لا السيمي الله مولي، يرحمه، بيان سور كان كان قيمة تروى، كان تروى يقرب مزيان مع كانت من الرجاء الاشياء اللي والمولوديه. تقلع عليه. خويا سعيد شوف، مليو تيرا اوفونسيف في المغرب ما كانش، كان واحد غادي يكون واعر حسني ولا، ولكن اختار طريق اخرى ما نعرف. ولكن مليو تيرا اوفونسيف يعني كاين ناس، كاين قليل قليل الحفيدي، ولا الحفيدي اظن الحفيدي في المغرب بوحده هو اللي كان مليون تيرا اوفونسيف، حفيد ومليون تيرا، سبعين مليون تيرا ديفونسيف في المغرب. شي واحد يكون مليون تيرا ديفونسيف يعني 100% ما كانش. جميع ما المليون كان تيرا ديفونسيف في المغرب كيعتمدوا على القوة البدنية، ومنهم العربي الناجي.
باش نكونوا لوجيك، اه يعني قول ما هضروا اللوجيك. بالنسبة لل 11 و7 كانوا عندنا واحد الربعة ولا خمسة كاملين مشاو احترفوا، ونجم بن شرقي هادو كانوا واعرين صراحة، ولكن مشاو. إذا المغرب ما بقاوش في صراحة لي طالو المواهب، كانوا ما بقاوش. إذا أخويا سعيد نتمناو أن ذاك الجيل ديالكم يتزرع، يولي يتزرع زريعة إن شاء الله تنبت وتكبر يوليو لاعبين آخرين. أخويا سعيد إن شاء الله هذا أخويا اللقاء، ميمون، نحفظك. هذا شكرا، اللقاء حاولنا نكرموك فيه أخويا سعيد، احنا عارفين نشكرك ما بزاف على هذه تحياتي المبادرة أخويا أخويا سعيد. ميمون، شوف نشكرك والله وهذا علينا اللقاء، فيه كما نقولوا سان سوبريز كما نقولوا. هذا بارك الله اللقاء فيك. فيه 3 حوايج، فيه تكريم ليك أخويا سعيد أغربي، وفيه الاعتراف بك لأنك قلعت مع نهضة بركان وقدمت نهضة بركان، والثالثة هي صلة الرحم معك والسؤال على الحال والأحوال ديالك. احنا عارفوا أنك عايش الله حالي، يحفظك. عايش حالي بالديرة الفرنسية، متزوج عايش بالديرة الفرنسية، كنت عايش بالديرة الهولندية. إذا هادو هما اللاعبين ديال بركان اللي طب الجيل ديالهم كاين اللي يعرفهم كاين اللي ما يعرفهمش، ولكن من خلال هذا اللقاء ديال برنامج نمش في الذاكرة على قناة أنا بركاني، هاراكم تعرفتوا على سعيد غربي وتعرفتوا على لاعبين آخرين. خويا سعيد في ختام هذا البرنامج نعطيوك 3 أسماء، وغادي تعطينا فيهم كلمة إن شاء الله العظيم ككل الضيوف اللي كانوا عندنا. الاسم الأول هو محمد بدوي المعروف بالبيضاوي. الاسم هذا اسم غالي في كرة البركان خويا الميموني. ما صفتوش الكرة المغربي البركاني، عفوا ما صفتوش كأطول من أطول المدربين في الفئة الصغرى. نورمالمون كيما نقولوا خويا هذا البداوي كيما نقولوا الأب ديالنا الثاني، وإنسان خلوق وجميع مواصفات زعما ما نقدروش نعبروا على كاع واش غادي نقولوا زعما قليل في حقهم في الاسم تاع السي عبد البيضاوي. انسان زعما انسان شريف وله مكانه كيما نقولوا في القلب، ويبقى دائما في القلب ونتشعر به اخويا ميموني، باسكو هذاك هو اللي كيما نقولوا الاب ديالنا ديال الطفوله وديال كبرنا معاه، عندنا مع بزاف تاع اللحظات الجميلة. وكان يوجه التحية خويا نعمان. الاسم الثاني هو حميدة حركاتي، مدرب ديالك في الشباب الرياضي المغربي. بطبيعة الحال حميد حركات على التاريخ راه يعرفوا الناس اللي فاتوا في الكرة النهضة البركانية. حتى هو زعما إنسان خلوق كما نقولوا مدرب، شفنا معاه شفنا المليحة والقبيحة، وإنسان ضحوك بشوش زعما هو الأب الثاني مولود بالدوري. والله زعما فوتنا معاه زعما وقيته مليحة في الميموني، وزعما ما نساوش هاد الأسماء اللي ذاكر زعما تبقى يعني يتم. الاسم الاخر هو المرحوم بالحبيب رئيس نهضة بركان السابق. الحبيب الرئيس كما نقولوا بالحبيب هو الثاني على الاسم الكبير بزاف خويا ميموني. تا هو تحط نفسه غادي في نهضة بركان وقدم شيء كبير للنهضة البركانية، وما كانش يبخل علينا زعما كنا نقصدوه، ما يبخلش علينا بالأشياء المادية، وكان إنسان زعما مواصفات جميع المواصفات اللي تقول فيه زعما ما تستحقش. كان اب كبير، وكان كنا كلشي كنبغيوه زعما خويا ميموني. والله يرحمه في هذا رمضان وفي هذا العرس ان شاء الله. الله يرحم جميع اموات المسلمين، ويجدد الرحمات على اموات الرياضة البركانية، وهم كثر. الزروالي، الميلود اليوسفي، شارج ماتريال، شارج ماتريال الحسن اخميس، المرحوم فراجي كذلك الدفاع، والمرحوم البرازي فرج الله منير، يرحمه. والمرحوم سعد بوجنان ديال الالتراس اورانج بويز، والناس ناس ماتوا في فريق نهضة بركان، لعبوا في فريق نهضة بركان، اللي نسيناه نطلبوا له الرحمات، واللي تذكرناه نطلبوا له الرحمات في هذا الشهر المبارك، شهر آمين. رمضان، شهر الصيام، وشهر كذلك نبش في الذاكرة. خويا سعيد كلمة أخيرة.
الكلمة الأخيرة سيمون، كان نوجه تحية جامعة يشرف على جميع الناس اللي كيسمعوني دروك، وكنبلغ لهم تحية ديالي من الديار الأوروبية بمدينة باريس. كان نوجه تحية لجميع الأصدقاء اللي كيسمعوني هنايا، ونكون البركانية كوميتي و سيربي الأصدقاء كافة، ونتمنى لكم دعم رمضان مبارك سعيد، شكرا. وحنا متابعين وخطانا في الديار الأوروبية مبعاد، وأنا كنتبعو كل صغيرة وكبيرة من هذا البركانية، وعلى القناة ديال السينما أنا تيلي اللي في حق الله زعما راك عرفت زعما درت واحد سان كرون بليزير درت انا تي في البركاني، باسكو ما كانش عندها شكون يبينها كما نقولوا كصحفيين، كانوا عندنا صحفيين ماشي في المستوى خويا ميمون. صراحة انت جيت يعني نورتنا، جبتنا القدامى، جبتنا الجيل الاول، الجيل الثاني، الجيل الثالث، وانت الجيل بالصعب الرابع. باش بالصعب 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 باش دير هاد القناة هذه، راه شيء عظيم خويا ميمون، صراحة يعني تحياتي لك شكرا وشكرا. شكرا خويا سعيد أغربي، لاعب نهضة بركان السابق. الإخوة الكرام، طبيعة الحال مسخيناش بسعيد أغربي، لاعب كبير في صف فريق نهضة بركان، لعب 4 سنوات، ما كانش عنده لا شونس، ما كانش عنده الحظ، وهم كثر بإقليم بركان، لا نقول مدينة بركان. كانوا عندنا لعابة من كافي مور، من أكليم، من أحفير، عديد الجامعات التابعة لإقليم بركان. في ختام هذا البرنامج، أنا بركاني تي في ما زالت مستمرة، ما زلنا مستمرين في النبش، وكذلك في التعرف على اللاعبين القدامى من الأجيال الأربعة. طبيعة الحال استضفنا الجيل الأول، الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، نحن مستمرين. شاهدنا بحلقة الأمس اللاعب الكبير محمد بولغلغ وسط الميدان، هو كذلك اليوم كنا مع سعيد أغربي. عواشر مباركة سعيدة، رمضان مبارك سعيد، اللهم احفظنا وابعد عنا الوباء والغلاء، واحمينا وبارك لنا في هذا الشهر المبارك سعيد. الله يبارك فيك خالتي ميموني، تحياتي أخو سعيد، دامت لكم الأفراح والمسرات، إلى اللقاء، عواشر مباركة، شكرا.